نهاركم طيب سيدتي سادتي أيها الأصدقاء الكرام داخل المغرب وخارجه. بداية باسمكم جميعا لابد من توجيه رسالة شكر إلى الدكتور منصف اليازغي الذي قام بترجمة أمينة لوثيقة صادرة عن لجنة الألعاب المتوسطية لجنة وهران 2022، والتي تطالب من خلالها المنظمين في الجزائر بثلاث ملاحظات أساسية. أولا الاعتذار للوفد الإعلامي المغربي الذي تم طرده واحتجازه 30 ساعة بمطار وهران قبل أن يتم إعادته إلى أرض الوطن. رسالة شديدة اللهجة من اللجنة الدولية تستعرض كوارث تنظيمية غير مسبوقة في دورة وهران، وتدين طرد الوفد الإعلامي المغربي المكون من 9 إعلاميين، وتؤكد على تهديد سلامة أعضاء اللجنة وتأخير وصولهم إلى الافتتاح مع التنصيص على رداءة الوجبات ونقص في مياه الشرب. في علاقة بالموضوع توصل عزيز درواز رئيس اللجنة المنظمة للألعاب المتوسطية بوهران برسالة شديدة اللهجة من السكرتير العام للجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط أدونان لاكفوس فيلوكوسيسس بخصوص التنظيم السيء وغير المسبوق للألعاب المتوسطية في نسختها 19، وهي الرسالة التي ترجمها الدكتور منصف اليازغي بشكل أمين بدون زيادة أو نقصان. ونتقاسم معكم مشاهدينا الكرام داخل المغرب وخارجه مضامينها بنفس الصدق وبنفس الأمانة والروح الرياضية. إذ برغم إشادة اللجنة الدولية في مستهل رسالتها صفحتان بالجهد الذي بذلته اللجنة المنظمة الجزائرية في حفل الافتتاح، فإنها عادت لتقول إن حفل الافتتاح شهد انقطاعا للصوت عدة مرات وبعروض محدودة، مضيفة أن الحفل لم يكن سوى محاولة لبعث رسائل صوب الخارج. وأوضحت اللجنة أنه لم يتم إعطاء القيمة الكاملة للألعاب المتوسطية التي عرضت خلال حفل الافتتاح، إلى جانب تغييب دول من الخارطة المتوسطية التي عرضت خلال الافتتاح من بينها المغرب. وتبعت الرسالة بأنه من المؤسف أن نشير إلى عدم كفاية الجوانب التنظيمية التي خلفت انطباعات سلبية تماما لدى العائلة المتوسطية، إلى جانب ردود فعل من طرف العديد من الحاضرين، والبداية بالفشل الكامل للمخطط التنقلي. Le plan de transport a été un échec total. ما حال دون تنقل، تقول الرسالة المتوسطية، ما حال دون تنقل 60 شخصية من اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط المشكلة من رؤساء وأمناء عامون للجان الأولمبية والاتحادات الدولية وضيوف من العيار الثقيل من العائلة المتوسطية إلى وهران في التوقيت المحدد، وظلوا في الانتظار لعدة ساعات كما كانوا مهددين في سلامتهم على أبواب الملعب. وتضيف الرسالة المتوسطية: وبلغ الأمر إلى حد أنهم لم يتمكنوا من حضور حفل الافتتاح. وتبعت الرسالة المتوسطية أن هذه الشخصيات تم تركها وسط الجمهور الذي حضر بكثافة، ولم تلج الملعب إلا بالقوة في غياب تام لمنفذ خاص من بروتوكول مخصص للعائلة المتوسطية، في حين أن هؤلاء المدعوين هم نساء وأطفال ورجال مسنون وشخصيات مرموقة. تقول الرسالة المتوسطية: إن اللجنة الدولية للألعاب تسجل الغياب التام وبشكل غير مسبوق للمتطوعين، إلى جانب
عدم القدرة على تقديم الدعم الطبي في أبسط متطلباته لأعضاء اللجنة الدولية وللمشاركين، إلى جانب ضعف الإمدادات بالماء وضعف جودة الأكل والصبيب الضعيف للماء في الصنابير. وذكرت في الرسالة المتوسطية بأن مخاطر فشل مخطط التنقل تمت إدارتها سابقاً، كنتم تمثل اللجنة الدولية للألعاب في اجتماعات العمل السابقة، إذ أكد خبراء اللجنة على ضرورة إحداث طريق مخصص للمشاركين ووقف حركة السير في الطريق المؤدية أو في الطرق المؤدية إلى القاعات والملاعب الرياضية خلال فترات الألعاب، لكن أي من هذه الملاحظات لم يتم تنفيذها من طرف اللجنة المنظمة، ما أوصل الأمور إلى ما عشناه يوم الافتتاح. الاحتجاز 30 ساعة قبل ترحيلهم صوب وطني عبر تونس. وتبعت الرسالة: إن اللجنة الدولية وقفت على غياب أي ملعب رياضي كيفما كان تخصصه في القرية الأولمبية، علما أن هذه الملاعب مهمة بالنسبة للرياضيين من أجل التدرب دون تضييع العديد من الساعات في التنقل غير المريح وسط حركة السير المزدحمة إلى الملاعب والقاعات الرسمية. وأوضحت الرسالة المتوسطية بأسف بأن انطباعات العائلة المتوسطية على المستوى التنظيمي هي سلبية تماما، وبالنسبة للبعض هي صادمة، ونتمنى ألا تؤثر مثل هذه الأحداث غير المقبولة بتاتا والتي لا تتحمل اللجنة الدولية أي مسؤولية فيها على مشاركة اللجان الأولمبية الوطنية المتوسطية في الدورات المقبلة. وختمت اللجنة المتوسطية رسالتها بالقول: إنه كإجراء مبدئي وأولي يتوجب على اللجنة المنظمة لألعاب وهران الاعتذار بشكل رسمي وفي أقرب الأجال من كل من عانوا من الأخطاء التنظيمية خلال هذه الدورة، بطبيعة الحال من بينهم الوفد الإعلامي المغربي، وأن تتم المبادرة إلى إصلاح الأخطاء المسجلة بشكل مستعجل حتى تتمكن اللجنة المنظمة من الوفاء بالتزاماتها المتعاقد عليها والموضحة في العقد الموقع بين اللجنة المنظمة لدورة وهران واللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط، والأهم تشريف المهمة الأساسية من تنظيم الألعاب المتوسطية. وكإشارة من المترجم: فإن المكتب التنفيذي للجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط لا يضم أي مغربي، فالرئيس دافيد تيزانو إيطالي، وإلى جانبه يوجد نائبين التونسي محرز بوسيان والفرنسي برنارد سالم، في حين أن بقية الأعضاء غير المقررين يوجد من بينهم الجزائري عبد الرحمن حماد والمغربي عبد اللطيف إيد محمد. يشير المترجم أيضا إلى أن الموقع الرسمي للألعاب المتوسطية وهران 22 ضم خريطة الدول المتوسطية مع اقتطاع الصحراء الجنوبية المغربية من الجسم الترابي للمغرب. طاب يومكم وإلى اللقاء.